حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الرافدين في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف المحليه والدوليه بعد اهم العناوين. نبدا من صحيفه المدى: الخزين المائي في ادنى مستوياته، مخاوف من تاثيرات التبخر. في العربي الجديد: بلينكن يدعو الصين الى وقف الاعمال العدوانيه في منطقه المحيطين الهندي والهادئ. في عربي 21: البنتاغون لن يعاقب أحدا إثر غارة أسفرت عن قتل مدنيين بكابول. نقرأ في الزمان: محادثات شراء الكهرباء تصل إلى مرحلة من التسعيرة. وفي موقع كتابة: سرقة أكثر من 20 مليار دولار من عقارات العراق. في القدس العربي: مخطط إسرائيلي جديد لبناء ست مستوطنات في قلب القدس ومحيطها. وفي الجارديان: تأجيل الانتخابات يعني وضع ليبيا تحت رحمة الرصاص لا صندوق الاقتراع. عن المتقاعدين القدماء والمتقاعدين الجدد كتب منهل عبد الأمير المرشدي مقالا في صحيفة الزمان، جاء فيه: للمرة الألف أرى أخي الأكبر واقفا مع حشود المتقاعدين يصطفون تحت لهيب حرارة البرد القارس أو تحت لهيب الشمس أو البرد، أو وهم بواجهة دائرة التقاعد العامة. أرى هذا المشهد أمام دائرة التقاعد العامة وهم يناشدون بل لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم لتنفيذ قرارات صدرت بتعديل رواتبهم، ولم تنفذ وعود سمعوها من أهل الوعد ولم يفي بها أحد. المتقاعدون في العراق عنوان المظلومية الكبرى، وما يعانونه هو مصداق من مصادق الفساد الأكبر في العراق. أناس خدموا العراق لأكثر من 30 سنة، سواء كانت خدمتهم في القوات المسلحة أو المصانع أو سلك التعليم أو الصحة وغيرها، حيثما كان للعراق جامعات ومستشفيات ومصانع في زمن ما قبل الديمقراطية التي دمرت مصانعنا ومستشفياتنا وقتلت التعليم وغيرت كل مفاهيم العفة وقتلت مصادق الحياة. ديمقراطية أجازت لأشباه السياسيين في العراق أن يصنفوا المتقاعدين إلى صنفين: متقاعد قديم ومتقاعد جديد، متقاعد ما قبل التغيير ومتقاعد ما بعد التغيير، متقاعد يعيش على القحط ورواتب بالملايين لمن تقاعد بعد الديمقراطية، ظلم وطبقية وفساد واستهتار لا مثيل له، يناشدون دولة بلا دولة وأناسا بلا ضمائر. مظلومية المتقاعدين في العراق لا مثيل لها في كل العالم. لا أريد أن أقارن العراق مع ما يحصل في أوروبا مع شريحة المتقاعدين، بل في دول الخليج العربي. هل تعلم حكومة الطرشان في العراق وبرلمان العميان أن راتب المتقاعد في دول الخليج وفي أوروبا يتم إضافة مبلغ عليه إضافة لراتبه الذي كان يستلمه أثناء خدمته احتساباً لمتطلباته الصحية والنفسية والاجتماعية؟ وليس هذا فقط، إنما تتكفل الدولة بإيصال راتبه إليه في بيته أو إدخاله في بطاقة حسابه المصرفية. وأضاف الكاتب: يعني لا يمتلك إلا من رئيس لا يمتلك أي شيء من ذمة أو ضمير أو شعور من المسؤولية أو حق للرعية ليتحرك وينظر لهؤلاء المظلومين. لا أظنهم يسمعون أو يقرؤون، وقد آمنوا واطمأنوا أن رواتبهم بالملايين قبل التقاعد أو بعد التقاعد، وهذا هو المهم والأهم في دولة من السحت والحرام بحسب تعبير الكاتب. كردستان العراق ثلاثة وجوه للكارثة، عنوان مقال للكاتب صادق الطائي جاء فيه: كردستان العراق يعيش مواطنوها الكارثة بأشكال متعددة. يراهم العراقي من خارج الإقليم شعبا مرفها، أو في الأقل يعيش نوعا من الراحة والاستقرار وتوفر الخدمات والأمن،
بينما يرى الكرد أنفسهم وهم يعيشون وجوها متعددة للكارثة، فالكردي البسيط اليوم والشتاء القارس على الأبواب يجاهد في معارك ضارية في سبيل الحصول على لقمة عيش ووقود للتدفئة وسقف يحميه من غالة القسوة التي يعيشها. في غضون ذلك تداخلت ثلاثة وجوه لكارثة هذه الحياة لتروي جزءا من ماساة كردستان المضحية المضحكة المبكية. الوجه الثاني لمأساة كردستان العراق تمثل في استمرار التوتر في مدن السليمانية وحلبشة، وبات الموقف متوترا مثل جمر تحت رماد الكارثة يمكن أن يؤجج حريقا في أي لحظة. فالتظاهرات طلبة الجامعات والمعاهد التي انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي في محافظة السليمانية والتي قمعتها قوات الأسايش المعنية بالأمن الداخلي بإطلاق الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب على المتظاهرين في محاولة لتفريق الطلبة الذين قطعوا عددا من الطرق في مدينة السليمانية، ما تسبب في سقوط 10 مصابين من بينهم طالبات في جامعة السليمانية. واتسعت رقعة احتجاجات الطلبة في الإقليم لتشمل مدنا أخرى من بينها أربيل، وما لبثت أن خفت حدة التظاهرات نتيجة الوعود التي أطلقتها حكومة الإقليم، إذ وافق مجلس كردستان في أربيل نتيجة ضغط الشارع على إعادة مخصصات الطلبة المتوقفة منذ عام 2014، كما أعلنت حكومة الإقليم استعدادها الكامل لتلبية مطالب المحتجين المالية والخدمية، لكن الموقف عاد للتوتر مجددا نتيجة كشف المماطلة. في نهاية المشهد المأساوي لا يمكننا إلا أن نتفرج على الطبقة السياسية الفاسدة بكردها وشيعتها وسنتها على وفق تعبير الكاتب بملابسهم الفاخرة وضحكاتهم الصفر وهم يجتمعون لتقاسم الكعكة مرة أخرى في خطوة لتشكيل الحكومة المنتظرة لتتكرر المأساة العراقية وتكرر فصولها. تترقب مناطق العراق كافة موجة مطرية غزيرة في الأيام القليلة المقبلة تمتد لعدة أيام بحسب ما تشير خرائط الطقس، وسط آمال بأن تملأ الفراغات في الخزين المائي العراقي أن تملئ وقد انخفض بشكل كبير بفعل الاستخدام المستمر منذ عامين، إذ يبلغ حاليا 35% فقط من القدرة التخزينية الكاملة. قال الخبير المائي نجم الغزي في حديث إلى المدى إن قدرة السدود العراقية لتحمل الخزن تبلغ 70 مليار متر مكعب، إلا أنه استدرك قائلا إن هذه القدرة مرتبطة بظروف صيانة هذه السدود وظروف الأمطار والإطلاقات المائية القادمة من تركيا. وأضاف الغزي أن الخزين الحالي من المياه لدى العراق لا يتجاوز 25 مليار متر مكعب، ما يعني أن 35% فقط من القدرة التخزينية مملوءة بالمياه و 65% من خزين السدود فارغ. ومع ذلك يوضح الغزي أنه حتى 25 مليار متر مكعب التي يمتلكها العراق حالياً جزء منها يسمى الخزين الميت، أي لا يمكن الاستفادة منه وإخراجه من السدود لأنه تحت مستوى سطح النهر، إلا إذا استعنا بتقنيات المضخات لرفعه إلى الأنهار مرة أخرى. فضلاً عن ذلك يشير الغزي إلى أن الفاقد المائي الذي يتبخر من السدود العراقية دون استفادة كبيرة أيضاً ويقدر بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنوياً، حيث يتبخر بسبب درجات الحرارة العالية والمساحة السطحية للسدود، وكذلك يؤثر على نوعية المياه المتبقية، حيث إن الذي يتبخر مياه عذبة وتبقى مياه ذات تراكيز عالية من الأملاح. وبهذا فإن ما يمتلكه العراق من خزين إذا لم يتم ملؤه من جديد فإن 32% سيفقده تماما خلال العام المقبل بالتبخير فقط دون استفادة، فضلا عن استهلاك المتبقي. ولا توفر وزارة الموارد المائية أرقاما صريحة عن حجم الخزين المائي الحالي، لأنها تكتفي بالقول إنه وصل إلى مراحل حرجة وقد استهلك بشكل كبير.
إلى مقال الكاتبة هيفاء زنجنة ذكرت فيه ثلاثة أحداث تستحق التوقف عندها هذا الأسبوع على الرغم من عشرات السنين وألاف الأميال التي تفصل بينها. الحدث الأول هو الإعلان العراقي الرسمي عن انتهاء المهمة القتالية لقوات التحالف وخروجها من العراق، إذ أثار الإعلان بدلاً من الفرحة الشعبية العارمة بالتخلص النهائي من قوات الاحتلال أثار ردود فعل متباينة اقتصرت على الأحزاب والميليشيات مع بقاء الشعب المدرك لزيف ما يحصل متفرجاً، خصوصاً بعد أن صرح جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون أن انتهاء المهمة القتالية في العراق لا يعني خروج القوات الأمريكية من البلاد. يشكل الحدث الثاني أو الأصح مناسبة ذكراه الخلفية التي لم تفقد قدرتها على إضاءة ما يجري حالياً من وقائع لتساعد على التحليل والفهم العميق من خلال ربطها مع بعضها البعض بعيداً كل البعد عن عقلية الغيتو السائدة في التحليل السياسي والاجتماعي والاقتصادي عند النظر في واقع بلداننا. وإذا ما حدث الربط فإنه لا يخرج عن محيط الربط ببلدان الاستعمار القديم واستمراريتها بالنيكولو نيالية والهيمنة الاقتصادية العالمية، فكل ما يحدث يربط فوراً بأمريكا وبريطانيا وفرنسا مثلاً. أما أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والهند وحتى الصين فإنها مجرد أماكن قلما تذكر إلا إذا حدث وانطلق منها حسب وجهة نظر شرطة العالم ما يهدد أمنها. يضيء التساؤل الحدث الثالث الذي تصادف ذكراه هذه الفترة أيضا، ففي عام 2004 عاشت الفلوجة مدينة المقاومة وحشية قوات الغزو الإمبريالي بأبشع صورها من القصف باليورانيوم المنظم وتدمير حوالي 70% من المدينة إلى قتل وجرح وتهجير الآلاف من السكان، ولم تكن قوات الاحتلال لوحدها مسؤولة عن الجرائم بل شاركتها طبقة من المتعاونين العراقيين من العبيد الاستعماريين. أضافت الكاتبة لمواجهة هذا الواقع المحبط وتحدياً إياه هناك حركات شعبية عديدة تنمو وتتكاثر ليس في البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار القديم ولا تزال بأشكاله الجديدة وإنما أيضاً في بطون البلدان نفسها التي ولدت الإمبريالية وخصوصاً أمريكا. لهذه الحركات أدوات نضالية استحدثتها الأجيال الجديدة مع الإبقاء على القيم الإنسانية نفسها التي بقيت منغرزة بالوجود الإنساني عبر تاريخه بشرط الحفاظ على الوحدة الداخلية والإيمان بالعدالة وذلك التوق المستدام للحرية والكرامة والمساواة للجميع من دون تمييز. هل ستكون سوريا قربان الصفقة الأوكرانية؟ هذا سؤال طرحه الكاتب عبد الباسط سيدا في مقاله بصحيفة العربي الجديد، فلنتابع تفاصيله. في مواجهة الضغوط الغربية في أوروبا تحاول روسيا تعزيز مواقعها في أماكن أخرى من العالم سيما في آسيا، ولعل الإعلان عن تسليم أول دفعة من صواريخ S-400 إلى الهند قبل أيام من قمة بايدن بوتين من الخطوات على هذا الطريق، كما أن إعلان وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف عن عقد اجتماع جديد لدول محور أستانا في نور سلطان عاصمة كازاخستان هو الآخر، يأتي في سياق المساعي الروسية إلى امتلاك مزيد من الأوراق استعداداً لأي صفقة مستقبلية محتملة مع الولايات المتحدة سواء في الشرق الأوسط أم في أوكرانيا أو في الشرق الأقصى أو في أماكن أخرى. وقد كان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن واضحاً تماماً في مقابلته مع التلفزيون السويدي المشار إليها من جهة استعداد بلاده للتفاهم مع الروس بشأن مسائل أخرى، مبيناً أنه كان صريحاً تماماً مع لافروف في لقائهما الذي تم في السويد. وعلى الأغلب سيكون الموضوع السوري من بين هذه المسائل التي يمكن التفاهم حولها، وهناك بوادر في هذا المجال منها السماح بمشروع أنبوب الغاز بين مصر ولبنان عبر الأردن والموافقة على تنفيذ بعض المشاريع في مناطق حكم بشار الأسد تحت مسمى التعافي المبكر.
وعدم اتخاذ موقف رافض حازم من خطوات التطبيع مع سلطة بشار التي أقدمت عليها بعض الدول العربية أو تعلن عن نيتها في الإقدام عليها. أما انعكاسات هذا التوافق المحتمل على الوضع السوري فقد تتشخص في إطلاق يد الروس في سوريا مقابل التزامهم بطمالة الكيان الصهيوني ومراعاة حساباته الأمنية. نشرت مجلة فورين أفيرز مقالة لجيمس جبري الممثل الأمريكي الخاص إلى سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة، ويعمل حاليا مديرا لبرنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون. قال فيه إن تسوية سياسية للنزاع السوري لا تزال ممكنة، ولكن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تجاهل الحرب هناك. وأثبتت المحاولات السابقة ومنذ عام 2011 فشل وخيبة من حاول التوصل إلى حل مع الأسد، وترفض إيران مناقشة دورها وتحركاتها في الدول المجاورة لها مع الدول الخارجية. ولأن موسكو لا تمارس سلطة كاملة على الأسد ويجب أن تتنافس على التأثير مع إيران، فهي تظل الشريك الأبرز في التحالف الروسي الإيراني السوري، وروسيا ليست لديها طموحات واسعة في دمشق مثل إيران، ولهذا قد تكون طيعة لأي تفاوض. وضمن هذا السياق، على إدارة بايدن متابعة نهج خطوة خطوة لخفض التوتر، وسيكون هذا النهج مثل استراتيجيتي الإدارتين السابقتين، لكن الفرق هو ما تريد إدارة بايدن عمله أولاً وأفضليات شركائها على الجانب الآخر. ويجب أن يكون على رأس المفاوضات عودة اللاجئين من الخارج وإعادة توطينهم بمراقبة دولية، بالإضافة لبنود تتعلق بإعادة دمج قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية وضمانات للأمن على الحدود الجنوبية لتركيا، وكذا سحب دائم للأسلحة الإيرانية الاستراتيجية من الأراضي السورية، وتحديداً الصواريخ الدقيقة، وانسحاب إيراني كامل ليس واقعياً. ومقابل هذا فقد تضغط روسيا باتجاه سحب القوات الإسرائيلية والأمريكية والتركية من سوريا. وأضاف الكاتب أن الرئيس جو بايدن وفريقه يركزون اهتمامهم على الخطر النووي الإيراني في وقت ظلت فيه الحرب السورية جرحاً مفتوحاً في قلب الشرق الأوسط، ومع أن الإدارة الحالية لم تحدث أي تغيير درامي في النهج عن الإدارة السابقة، لكن قرارها جعل النزاع في أسفل أولوياتها يأتي في وقت سيء. قام أفراد الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية بالبحث بين الإنقاذ عن أي ناجين في الوقت الذي قام فيه سكان كثيرون ممن قطعت عنهم الكهرباء أو الماء، بل ولا يوجد حتى سقف فوق رؤوسهم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد سلسلة من الأعاصير القوية التي يخشى مسؤولون أن تكون قد قتلت أكثر من 100 شخص ودمرت منازل وشركات. وذكرت السلطات الأمريكية أنه ليس لديها أمل يذكر في العثور عن ناجين في الولاية بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليلة الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى فيما لا يقل عن 5 ولايات. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.